زرنا عائلة السيدة بسعاد عبد الحسن والتي تسكن في قضاء العباسية التابع لمحافظة النجف، ومن خلال الزيارة اطلعنا على واقع اللي تعيش بها هذه السيدة. وللاطلاع أكثر على تفاصيل العائلة نلتقي مع السيدة بسعاد. السلام عليكم. شنو اسم حضرتك؟ مسعد حسن عبدالله. شو اسم اصلا عليك؟ مسعد حسن عبدالله. عبدالله. كم يتي عندك مسعد؟ 4 5. يا سنة توفى زوجك؟ 2016. شنو السبب وفاته؟ جلطة. جلطة. هذا بيت شنو ملوك ايجار؟ لا لا خير ملك. ملوك. زين. عندك ساعات براحة اجتماعية؟ لا. ليش ما عندك ساعات براحة؟ ذبيت وقال على السنة الجاية لحد يعني بدلت مثلا على التخصيصات المالية؟ على السنة الجاية لحد ما ما اتصلوا بك ما راجعتي؟ راجعتي قالوا لي على السنة الجاية انتظر. زين. اي تامك مدارس؟ مدارس ثلاث. ثلاث هو انتوا اربع اي تام عندك؟ اثنين مدارس؟ وواحد ربع. واحد ربع وهاي صغيرة؟ هاي بعد سنة وشهرين. سنة وشهرين. يعني اول وزوجي توفي في سنة 2016 زين انت شنو معتازته؟ والله خيي هاي بعد تم شفتوا بيتي لان انا تعبانة حالتي حيل. بس انت ثلاث برعاية ما عندك؟ ما عندي. منين مصروفك؟ هو هاي مسجلة بالباقة 82 وعيادة 188 اعطاني 75. يعني 5 يعني 8 يعني 150 بالشهر. كيفش شو اسوي هاي؟ زين اطفال شو مدارس؟ اهلية حكومية؟ لا لا على الحكومي زين شلون تخطفهم شلون؟ اخذهم والله من شغل بعيدة؟ اي والله على الشارع. زين واذا اذا خط عندهم يعني عندهم خط؟ اذا عندهم خط منين اجيب لهم؟ ايش قد ياخذوا بالخط؟ يعني بالشهر 25 كل واحد. سيارة؟ اي سيارة. ما عندي. زين بس شنو معتازته؟ والله خيي هاي شو بتعمل؟ يعني طباخ ذاك اللي طق على بنات وديت البارحه قبل 5 سنين. طباخ؟ طب على بنتك؟ على بنتي والله بنتي اثنين من الناس كلها بس نحترم. زين ما قديم يعني؟ اي والله قديم. وبعد شنو تعزلك؟ الصوبات ما عندي ولا صوب. صوبات شنو كهربائيه؟ كهربائيه. زين هاي شنو اشبيها لبنتك؟ هاي شو انت تعرف صوبات؟ ايوه اخذها للمستشفى يحطوا لها بخاخ اضربها بخاخ يوم ثاني يوم ترجع تسج. زين. ما عندي. نحب نوضح لهذه من الاخت بسعاد ما عندها راتب رعاية اجتماعية متوقف لو قدمت تقديم جديد ومنتظرين التخصيص المالي ومن نعلم شو تسجيلات المجموعة اصحاب الخير تبرعوا لهم مبلغ قدر 150,000 شهريا يعني ما يصير جزء بسيط من المدارس من دخلنا البيت درجة برودة مو طبيعية باردية ما تتمنى تستخدم صوبة نفطية لأن بيتها عنده تهاب القصبات الدكتور الحمدلله النادي صوبة تريد صوبة كهربائية لهذه البنية والبيت عبارة عن طابو زراعي منطقة زراعية ومنطقة زراعية تكون أكثر برودة من غير مناطق تريد صوبة تي صوبة كهربائية عم البيت في درجة يعني البيت كلش بارد الله يساعدكم على هاي زين هاي شنو هاي الغرفة شنو هاي الغرفة؟ هاي الغرفة انا وبنتي هاي على مدى هاي الغرفة؟ اي وهاي الثانية؟ هاي الثانية بها غراضي غرفتي ان شاء الله الخير يبيعون حالتك ها وان شاء الله وش زين الاطفال متفوقين بالدراسة؟ لا الحمد لله زينين زين الحمد لله زين احنا بأخير لقائنا ويا السيدة بسعاد بإثنين 12,000 خير مساعدتها ككفالة باستمرار أولادها بالدراسة لأن هي لا راتب رعاية اجتماعية سوى 150 بعض أهل الخير يساعدوهم ساعد عائلته لا سد مصرف لا سد قوت عيالها أحب أضيف الأخت مسعاد من خلال الزيارة طلعنا عليها فتحنا الثلاجة مالتها والحمد لله ماكو أي شيء فارقة. نزل شوف الثلاجة. حد أوضح في الفقرة اللي إحنا فتحنا الثلاجة مال الأخت مسعاد ولقيناها هاوية فارقة. سألتها تقول لي صار أسبوع أنا ما مستوي. ناشد ألف
والناس بأن ينظرون إلى حالتها ويساعدوك كشيء بسيط كشيء بسيط يسد قوتها وقوت عيالها. إن شاء الله هذا الخير ما يقصر عنك، وإن شاء الله اللي بيه الخير قدمه رب العالمين، وانتظر انتظرش وشنو التفاعل.